هو في صمات لازم تتبع أنا أعرف أستاذ مراد الجهوي. أو بالأحرى المخرج المسرحي الكريم مراد الجهوي. تكبير مسرح. المهم السيد المدير الإقليمي لوزارة الشياب والرياضة إقليم بالعرائش، السيد نائب رئيس المجلس الجماعي جماعة بالعرائش، أصدقائي الشابات المسرحيات الشباب المسرحيين، المسرح يعلم الشباب ويرفع من دوره، المسرح يعلم الفضيل كما قال الفيلسوف الفرنسي فولتير، إليه يأتي الغلباء، إلى المسرح يأتي الغلباء ليتعلموا لغته، لقد علمتمونا طيلة أيام هذا الملتقى لغتكم، لقد كانت لغتكم غريبة عنا بعض الشيء، لقد تعلمنا في لجنة التتبع وتقييم العروض، تعلمنا واكتشفنا لغتكم، عبرتم عليها بكل الأشكال الفجورية التي يعرفها المسرح. في تقييمنا الأولي أكد على أن الملتقى تميز بفرق في بداية تمثلها الهائل للعمل المسرح، وفرق وصلت إلى قمة الممارسة الهاوية لدرجة تمكننا لنفحة احترافية في أداء العروض، لا على مستوى التشخيص ولا على مستوى التمكن من التقنيات المصاحبة للعمل المصاحب. ولكننا أيضا، وهذا من منظمي بالأساس والتوقيت، ننصح كان الناس لانضباط في التوقيت، السبعة السبعة، بجوج ديال الحوايج، المشاهد اللي كيجي في الوقت واللي ما خصوش يكون ضحايا الآخرين الذين لا يلتزمون بالوقت، ولكن يؤثر ايضا على الممثلين اللي حنا ما كنعرفوش اش كيكون واقع لهم في الكوليس، هما كينتظروا الساعه ديالها. عالم غريب، الممثلون الجالسون هنا يعرفون هذا القول، هذا اللي كيكون اذا عالم اخر من الضغط ومن الخوف من هذاك اللي اي ساعه بعض اليوم مثلا انا شفت الارض في الاقصر كان عرضا جميلا كذا، واتفق معايا مجموعه من الاخوه اليوم لانه بقاو كينتظروا في الكوليس جوج سوايع ديال المدينه، اثر هذاك العرض على اثر. بالتالي نطلب من المواطنين في المستقبل انهم يراعوا هذه المساله، التوقيت التوقيت في المسرح قد يصل الى درجه القداسه. جانب آخر مرتبط بالعروض اللي شفناه هو أنه فرحنا بزاف، أنه شفنا عروض في المستوى، لأنه حقق لنا الفرجة وحقق لنا المتعة، ولكن أيضا لاحظنا على أن بعض الفرق في بعض المديريات الإقليمية غير خاضعة إطلاقا للتقطيع،
هي مجهودات فرضية لأشخاص ينتمون إلى نادي المسرح داخل دار الشباب من دور الشباب. بمعنى نرجو من المديرية الجهوية لجهة الشباب تكون أنه تم العمل على تدعيم بعض دور الشباب في مجال الأندية ديال المسرح في دور الشباب، ولكننا أيضا اكتشفنا طاقات هائلة، تعبيرات متميزة، كان اكتشفنا على أن شبابنا لا زال يناقش بعض القضايا التي كنا اعتقدنا أنها حقرا على جيلنا لوحده، ناقشوا القضايا التي يعانون منها الآن والتي تغيب عن جيلنا، ولكن أيضا ناقشوا قضايا تهم كانت تهم جيلنا، لجنت حاضرة في الواقع الراهن تبتلوها وكتبوها بلغة مسرحية جميلة ومبدعة. كاين واحد الجانب آخر اللي ما يمكنش أن الإخوان يلحوا عليه أنه نقولوا وأنه كان فينا عدم مع ما كانش فينا وكأن المهرجان معزولا عن سياقه، كان الغياب ديال الجمعيات الثقافية ديال الفاعلين الثقافيين في المدينة، وبالتالي هذا الخطأ ما عرفناش منين جا، لأنه ما يمكنش يكون الخطأ هذا الأيام وحنا كنلاقي المسرح وما كنشوفوش وجوه مسرحية، إذا استثنينا وجه مسرحي واحد معروف عندنا هنايا في الحضارة وتتبع مشهور على المتابعة وهو مخرج مسرحية هو السي محمد أضرب ما فيش في الإخوان، أعتقد على أن الإخوان إذا كانوا توصلوا بدعواتهم وكذا لن يبخلوا بحضورهم ومساهمتهم فهاد الجانب. شكرا أننا تعلمنا منكم، تأكدوا أننا تعلمنا منكم، البارح قلتكم على أنه وصلنا نصوروا منكم، وصلنا نصوروا منكم بعض ديال الاقتراحات اللي خدمتوا عليها الجانب المسرحي واللي كنتوا موفقين فيها، شي نهار غتقدروا تشوفوها عندنا ولا شفتوها عندنا حنايا اللي كنديروا المسرح، تأكدوا على أنو حنا نقولوا صرحنا واحد المجموعة ديال الدراري الشباب اللي يديروا المسرح واللي كنديروا. شكرا لكم على هذه الفرصة، استمتعنا بكم، تعرفنا عليكم، حققنا معكم التواصل بحسب الإمكانية التي كانت متوفرة لنا. نشكر السيد مدير الجهوي على تتبعه الدائم وحضوره المستمر حتى في مجال التقييمات، وهذا ما كيكونش عن قوته كاملة في الإدارة ديالنا، ولكن هذا ناتج على أنه تهوى وبالعمل الجمعوي وبالممارسة الثقافية، وبالتالي هذا الشيء اللي كيتخلط محتوى ما بين الإدارة وما بين الهواية والرغبة، وهذا التشكر على المتابعة ديالو الدقيقة والتتبع ديالو والأسئلة اللي كانت كثرها، كان مشكور كونطور ديال وزارة الشباب والرياضة بالإقليم ديال العريش، وخاصة العريش بدون ما ننسى الراجل اللي هو سي محمد السيساع مدير وزارة الشباب. تقدم الأستاذ مسيح الطقري النائب أول رئيس مجلس البلدي لمدينة العرب. الحضور الكريم، بسميتكم جميع، بسمية المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة، كنوجه الشكر الجزيل للمجلس البلدي لمدينة العرب على ما قدموه من خدمة لشباب هذه المدينة ولشباب هذا الوطن الحبيب، بحيث كما قلنا في الافتتاح كنقول لكم الله الوالدي شكرا على اقتنائكم هذا الوضع الرائع، واللي اكيد غادي يساهم في تجويد العمل الفني والثقافي بمدينه بالعرائش وبإقليم بالعرائش. شكرا
للمجلس البلدي لمدينة العربية. وأعطي الكلمة للأستاذ نسيج القطرين على الأول لرئيس المجلس البلدي. شكرا. صباح سعيد الجميع. أجلس حسب ذلك. سيد مدرب التدريبين لقطاع الشباب، سيدة أستاذة الحضور الكريم، شباب وشابات فرق مسرحية مشاركة، سعيد جدا بحضور هذا اختتام ديال المهرجان الجهوي الأول لمهرجان الشباب ولمسرح الشباب. حط كان عندي الحق وشاهدت المسرحية ديال الاختتام بالحقيقة مجهود، يعني في الفرقة ديال القصر الكبير هو مجهود يعطي بأن إقليم العرائش إقليم اللي يعرف بعض صمت الفرويد هو دائما إقليم ديال الطاقات. المسرح تشتا في مدينة العرائش وتشتا في مدينة القصر الكبير، فاستشهد مجهود جماعي بين الجماعة قطاع الوسيط والمتداخلين باش ننتجوا في المستقبل مهرجانات اللي تكون تعطي الصورة الحقيقية على الحركة الثقافية في المدينة، تعطي الصورة الحقيقية على الشعب، شغف الشباب والشابات بهذا الفن النبيل اللي هو المسرح. شكرا بوطو شيبور، شكرا للفرقة اللي عملت الاختتام، جميع الفرق المشاركة من الجهة، واللي كنتمنى نكونوا تتبعوا واحد المقام طيب في ضيافة قطاع الشباب، اللي أنا متأكد بأنه لم يدخل عليه بالإمكانيات اللي موجودة عنده. نتمنى هذا الملتقى يبقى ملتقى سنوي في مدينة العرائش، بحيث هذا المهرجان إذا كان واحد يجروه مجهود جماعي كله يسحبوا واحد المهرجان، لما لا يكون مهرجان وطني لمسرح الشباب، لأن الحمد لله توفرت بعض الفضاءات اللي ماشي كثيرة في المدينة، ولكن على عينيك كاين بعض الشعب الآمن ديال الفضاءات اللي بالأكيد تسهل الاشتغال ديال هذا الفرق المسرحية لا في التدريب ولا في العروض، وكتمكنا من الجهود كما قال السي سيسح المجهود ديالها اللي كتقدم للجمهور ديالها. شكرا جزيلا والتوفيق لجميع الحضور، وشكرا لكم المساهمة والنجاح. شكرا السيد مسيج القطري النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش. والآن كالنادي على السيد المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة بمدينة العرائش الأستاذ عبد الهادي الجهوي. صدق الجميع والمجهودات التي يبذلها من أجل دعم شباب هذه المدينة. شكرا. ربما احنا في فترة الصيف والأنشطة ديالنا